رانو تكتشف الأصوات. ذات صباح نظرت رانو من الشباك، فرأت فراشة جميلة وكانت تطير بسرعة وخفة. كان اللعب مع الفراشة يبدو ممتعا. جرت رانو خلف الفراشة فسمعت صوتا جميلا. كان عصفورا صغيرا يغني. أعجب رانو صوت العصفور وأدركت أن كل شيء حولها يغني، حتى الماء الذي يتساقط من صنبور الحديقة كان له صوتا مثيرا. ثم سمعت صفيرا عجيبا، إنه براد الشاي يعلن إنهاء مهمته في غلي الماء. كم هو قوي هذا الصوت! وما هذا الصوت أيضا؟ أوه، إنه صوت سحق أوراق الشجر الجافة تحت أقدامنا. تعجبت رانو جدا، فلكل شيء في هذا العالم صوتا، أصواتا جميلة وعجيبة. وفرحت لأنها ستسمع كل يوم صوتا جديدا. وتوتة توتة، خلصت الحدوتة، حلوة ولا بلتوتة؟ تعمل لنا سبسكرايب وشير ولايك.